مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد طبعا كلنا مستنيين الماتش اللي جاي بفارغ الصبر، مستنيين أكيد الماتش اللي جاي لأسباب كتير جدا، منها أن كل الأهلوية عايزين المباراة اللي جاية دي تكون نقطة التحول الكبير في مشوار النادي الأهلي عشان يحافظ على لقب الدوري. كان مستنيين طبعا العودة للمستوى اللي احنا عارفينه، مستنيين النادي الأهلي اللي احنا عارفينه، طبعا النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، الفريق الكبير جدا، كبير النادي الاهلي، هو كبير مصر وافريقيا والعرب كمان. مستنيين طبعا رجوع قوي جدا باداء قوي بنتيجه ايجابيه ترجع الفريق للمكان الطبيعي ليه. مستنيين طبعا نشوف ابطال فريق النادي الاهلي اللي كلنا بنهتف لهم وبنهتف لهم في كل مكان وبنساندهم في كل المواقف الصعبه. مستنيين لعيبه النادي الاهلي اللي بنقدرهم واللي طبعا بنقول لهم لو زعلنا منكم شويه ولو عاتبناكم في بعض الاحيان فده نابع من حبنا ليكم ومن غيرتنا على الفريق، وفي نفس الوقت ما نقدرش ابدا ننسى ولاءكم للنادي الاهلي وحبكم للنادي الاهلي. ما بننساش يوم ابدا ان كتير منكم كانوا ولسه طبعا جزء من تاريخ النادي الاهلي وشاركتوا في كتير جدا من انجازات النادي الاهلي. بنقول لكم كلنا ثقه فيكم، وفي الفتره اللي فاتت دي طبعا ممكن نعتبرها ان هي كانت كبوه عابره وهتعدي باذن الله. وزي ما قال كابتن محمود الخطيب ان هم افضل لعيبه في مصر، وان النادي والجماهير الكبيره عارفه ومتاكده ان هم قادرين ان هم يرجعوا مره ثانيه للمستوى الطبيعي وللمكان الطبيعي للنادي الاهلي. اكد لهم طبعا كابتن محمود الخطيب على مسانده المجلس ليهم في المرحله اللي جايه ان شاء الله وبكل قوه. احنا كمان بنضم صوتنا لصوت كبير المنظومه الاهلاويه كابتن محمود الخطيب، وبنقف بكل قوه مع فريقنا. هنناقش طبعا الكلام ده واخبار تانية كتير جدا خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا كمان النهارده الناقد الرياضي استاذ عبد المنعم فهمي، هيكون معانا ان شاء الله في الفقره الاخيره من برنامجنا النهارده. وهنبتدي كالعاده حلقتنا باهم واخر العناوين. الأهلي يسافر للسويس الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري. قبل مواجهة المصري لاسارتي يعد الأهلي بالصدارة. تحديد موقف عاشور من مباراة المصري خلال 48 ساعة. اتجاه للدفع بأحمد فتحي مكان عاشور أمام المصري. الأهلي يبدأ خطوات شراء رمضان صبحي نهائيا. منتخب مصر يواجه غينيا كوناكري في برج العرب. جماهير ليفربول تهاجم ميلنر بسبب محمد صلاح. ودايما بنبتدي حلقتنا باهم واخر اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحافه. الاهرام، رئيس الاهلي رفع العقوبات عن اللاعبين مرهون بحسم الدوري وكاس مصر رمضان في المانيا، ووليد يعود الجمعه وندفد يجري جراحه الغضروف. الاخبار، الاهلي يبدا خطوات شراء رمضان صبحي، مجلس الاداره يدعم الخطيب في شؤون الكره، ومحسن يظهر في لقاء المصري. الجمهورية، قبل أيام من موقعة المصري لاسارتي يعد الأهلي بالصدارة. أخبار الرياضة، لا أحد ينام في الأهلي حتى لقاء المصري. المساء، استعدادا للقاء المصري الأهلي يعالج مشكلة الفرص الضائعة، عودة ربيعة وهاني وغياب إكرامي وعاشور، جلسة تحفيزية مع لطفي. الأخبار المسائي، لاسارتي في مثلث برمودا، الأهلي يواصل استعداداته للمصري تحت الحراسة المشددة ومكافأة خاصة للفوز. الشروق، الأهلي يرصد مكافآت استثنائية للاعبين في حالة الفوز بالدوري. الخطيب يطالب الجهاز الفني واللاعبين بمصالحة الجمهور ويشدد على التمسك بروح الفانيلا الحمراء. هنبدأ
تفاصيل اخبارنا النهارده مع الاهرام اللي قالت ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وافق خلال الجلسه اللي جمعته مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للفريق انه يربط رفع العقوبات اللي تم توقيعها على اللعيبه بعد الخساره طبعا من سان داونز الجنوب افريقي وعدم الحصول على لقب او عدم اكتمال البطوله في دوري ابطال افريقيا ورهن الحصول على المكافآت او التجميد للمستحقات دي بالفوز بدوري المصري ممتاز وبكاس مصر. كمان الاقتراح ده كان طبعا اتقدم بيه كابتن سيد عبد الحفيظ وقال الخطيب ان مجلس الاداره يقدر ان هو يقدر كل العناصر الخاصه بالفريق ومش هيبخل عليهم باي حاجه وباي دعم او باي مكافئات بشرط بس هو اسعاد الجماهير اللي زحفت طبعا وراء الفريق في كل مكان ومن حقها ان هي تحزن حزن شديد جدا. واجب عليهم كفريق ان هم يستوعبوا الغضب ده لان المشجعين بيحبوا النادي وبدون اي مصالح. كمان قال رئيس النادي ان عنده ثقه كبيره جدا وثقه كامله ومطلقه في قدرات اللعيبه وفي الجهاز الفني ولولا الثقه دي ما كانش اصلا تعاقد معاهم من الاول ولا ابقى عليهم. قال كمان رئيس النادي للعيبه انتوا من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر ولازم ان انتوا تثقوا في نفسكم وفي قدراتكم وتتحرروا من الضغوطات اللي عليكم وتكونوا على يقين بان اداره النادي مش هتبخل عليكم باي حاجه. كمان سافر رمضان صبحي وكريم ندبت لعيبه الفريق الاول لكره القدم لالمانيا هيخضع هناك ان شاء الله رمضان صبحي لفحوصات طبيه دقيقه ولبرنامج تاهيلي مكثف عشان يتعافى من شد العضله الاماميه لكن بالنسبه لكريم ندبت فهيخضع لجراحه غضروف الركبه. كمان الاخبار قالت ان بدا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب في خطوات شراء رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من نادي هدرسفيلد تاون الانجليزي لمده 6 شهور بشكل نهائي بعد طبعا قرب انتهاء اعارته وده عشان يحافظ على قوام الفريق والرغبه القويه برضه في بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات المحليه والقاريه. بدا مسؤولين النادي الاهلي في مخاطبه الجانب الانجليزي عشان يعرفوا منهم كل الطلبات عشان يتوصلوا لاتفاق نهائي لشراء اللاعب نهائيا في ظل طبعا المجهود الكبير جدا اللي بيقدمه اللاعب مع الفريق في المرحله اللي فاتت. بتحاول الاداره دلوقتي انها توفر كل متطلبات النجاح للجهاز الفني بعد النتائج السلبيه اللي حققها الفريق في المرحلة اللي فاتت وأخيرا طبعا الخروج من بطولة أفريقيا بالإضافة للخسارة من بيراميدز في الدوري المصري الممتاز. أولى الخطوات كانت دعم مجلس الإدارة بالكامل لمحمود الخطيب رئيس النادي في كل الأمور اللي بتخص الكورة ده طبعا بسبب إدراكه الكبير جدا باللي بيحتاجه الفريق حاليا والرغبة الحقيقية في بناء فريق قوي جدا للنادي الأهلي يكون قادر أنه يتوج بكل البطولات زي ما حصل في 2004 لما كان الخطيب نائب لكابتن حسن حمدي. وبالفعل توصلت الإدارة لاتفاقات مع عدد من اللعيبة المميزة في كل المراكز عشان تدعم صفوف الفريق بشكل نهائي لكن طبعا بالتأكيد الإدارة بترفض الإفصاح عن أي مفاوضات أو اتفاقات خوفا من المنافسين أو من الدخول في المفاوضات والمزايدة على النادي الأهلي في الصفقات دي. كمان جريدة الجمهورية قالت ان تعهد الاورجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي انه يبذل كل الجهد اللي عنده في الفترة اللي جاية عشان يرجع الفريق لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز وكمان تعهد بعدم اهتزاز اداء الفريق مرة تانية في الفترة اللي جاية بالاضافة لتعهده برضه ان هو ينهي ازمة اهدار الفرص اللي ظهرت مؤخرا وادت اكيد كمان لخسارة الفريق لاكثر من لقاء. تعهد كمان لاسارتي انه مش اي نقاط تانية في الفترة اللي جاية عشان يقدر يكمل مع الفريق او يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز. كل التعهدات دي طبعا كانت بعد الجلسة اللي عقدها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الجهاز الفني ومع اللعيبة اول امبارح واللي كان فيها دعم كبير جدا من ادارة النادي. وبيسعى طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو يخرج اللعيبة من الحالة النفسية السيئة اللي بيعيشوها دلوقتي وحرص برضو ان هو يحفز اللعيبه في الفتره اللي جايه وطالب منهم ان هم لازم يتحرروا من الضغوطات اللي موجوده دلوقتي عليهم عشان يقدروا ان هم يرجعوا مره ثانيه لمستواهم. عشان كده كابتن محمود الخطيب رصد مكافئات كتيره جدا مكافئات استثنائيه لكل لاعب في الفريق بعد كل مباراه في الدوري عشان يحفزهم ان هم يحققوا الفوز في المباريات اللي جايه ويوصلوا للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز. وعلى جانب اخر برضو بفضل لاسارتي ما بين الدخول في معسكر مغلق يا اما بكره الثلاث
السبت او بعد بكره يوم الاربعاء استعدادا لمواجهه المصري البورسعيدي اللي هتكون يوم الخميس اللي جاي في الماتش المتاجل من الاسبوع ال 19. هيحسم الجهاز الفني الموضوع ده خلال الساعات اللي جايه. حصل كمان لاسرتي على عدد من تسجيلات لمباريات فريق المصري البورسعيدي الاخيره عشان يدرسها في الفتره اللي فاتت طبعا عشان يقف طبعا على كل نقط القوه والضعف في المنافس تمهيدا لشرحها للعيبه خلال الفتره اللي جايه. استقر كمان لاسارتي بنسبه كبيره جدا على التشكيل اللي هيلعب بيه في مباراه المصري والمتوقع ان يكون علي لطفي في حراسه المرمى، في الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، وفي خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، وصالح جمعه، وفي الهجوم هيكون حسين الشحات، جونيور اجاي، ووليد ازارو. كمان المسا قالت ان الجهاز الفني بقياده لاسارتي ركز بصوره كبيره جدا على انهاء الهجمات بالشكل الانسب عشان يسجلوا الاهداف، وده بعد طبعا كميه الفرص الكتيره السهله اللي كانت بتضيع في المباريات الاخيره وتسببت اكيد في خساره النادي الاهلي لعدد من النقط. لاسارتي عمل تدريبات خاصه للمهاجمين وركز فيها على ضروره التركيز في انهاء الهجمات وترجمتها لاهداف. قالت المسا ان لاسارتي استقر تقريبا على الدفع بياسر ابراهيم وبرامي ربيعه كقلبين للدفاع قصاد المصري بورسعيدي، وده لان هو جربهم قبل كده مع بعض في مباراه الاتحاد السكندري وكانوا متفاهمين جدا وبشكل كبير وقدموا مباراه جيده جدا. كمان عقد طارق سليمان مدرب الحراس جلسه مع طبيب الفريق عشان يتاكد من جاهزيه شريف اكرامي عشان يكون حارس مرمى الفريق قصاد المصري بورسعيدي. شريف اكرامي استاذن امبارح وما حضرش تمرين الفريق بسبب ظروف خاصه، وكمان لاسارتي عمل جلسه خاصه برده مع علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي واللي من المتوقع ان هو اللي يكون حارس مرمى النادي الاهلي قصاد المصري بورسعيدي عشان يحفزه ويجهزه نفسيا للقاء. كمان الاخبار المسائي قال ان بدا مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في اعاده ترتيب اوراقه مره ثانيه بعد الجلسه اللي عملها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الجهاز الفني ومع اللعيبه واللي بلغهم فيها كامل ثقته في الجميع وان هم يقدروا ان هم يواصلوا ويحصلوا على لقب الدوري المصري الممتاز، وان هو طبعا عارف ان هم قد ايه عندهم قدر كبير جدا من المسؤوليه وان هم يقدروا يحققوا افضل النتائج ويحصدوا كل الالقاب. كمان كانت التصريحات كابتن محمود الخطيب ليها دور كبير جدا في رفع الروح المعنويه للجهاز الفني وللعيبه، وحسوا طبعا بالمسانده الكامله من جانب رئيس النادي الاهلي واتعهدوا ان هم يضاعفوا المجهود في التدريبات الجايه وفي المباريات القادمه ان شاء الله عشان ما يخسروش اي نقطه في اي مباراه متبقيه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز عشان يقدروا يحصدوا اللقب ويهدوه لجماهير النادي الاهلي اللي اكيد متضايقه جدا دلوقتي من الفريق ومن الجهاز الفني. وافق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على طلب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره برصد مكافئات خاصه للعيبه في المباريات اللي جايه وكمان مكافئات خاصه عند الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز من خلال المكافاه هيتم الاعلان عنها بعد الفوز باللقب ال 41 ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي. حرص مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يعمل جلسه مع خالد محمود طبيب الفريق عشان يطمن برده على كل البرامج التاهيليه الخاصه بالمصابين في الفريق عشان يقف برده على حاله كل لاعب ويحدد ميعاد مبدئي لرجوعه بشكل سليم للتدريبات الجماعيه ويعلن الجاهزيه الطبيه للعيبه. كمان نقل طبيب الفريق كل التطورات الخاصه بحاله كل لاعب وسير البرنامج التاهيلي بشكل جيد عشان يجهزوه للمرحله اللي جايه. كمان وضع تحت تصرف الجهاز الفني وبتضم طبعا قائمه بقى اللعيبه المصابه اللي بنتكلم عنها اسلام محارب وعمر جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم اخبار النادي الاهلي لكن من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي لنادي الاهلي: الاهلي يسافر للسويد ظهر الاربعاء استعدادا للمصري. سوبر كوره: لاسارتي يدرس الدفع باحمد فتحي في وسط الملعب امام المصري. الشروق:
تحديد موقف عاشور من مباراة المصري خلال 48 ساعة. اليوم السابع إسلام محارب يعود لتدريبات الأهلي بعد 10 أيام. الوطن برنامج استشفائي لمروان محسن في الأهلي. الأهلي.com الأهلي يبدأ التحرك مبكراً في ملف المعارين بأوامر من الخطيب. البوابة سبورت غداً شباب الأهلي يواجه المقاولون العرب في دوري الجمهورية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي. طبيب الطائرة حالة تعبه مستقرة. نروح سريعا مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت، ونبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي استقر على السفر للسويس ظهر يوم الاربعاء اللي جاي عشان يدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه المصري بورسعيدي اللي هتقام مساء يوم الخميس اللي جاي على استاد الجيش في السويس. المباراه دي طبعا متاجله من الاسبوع ال19 في بطوله الدوري المصري الممتاز. هيؤدي النادي الاهلي تمرينه صباح يوم الاربعاء اللي جاي على ملعب مختار التتش، وبعد كده هيتناولوا الغداء قبل ما يتوجهوا للسويس إن شاء الله. كمان موقع سوبر كورة قال إن بيدرس الأوروجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي إنه يلعب بأحمد فتحي في خط الوسط خلال مباراة المصري بورسعيدي جنب حمدي فتحي، وطبعا بيعاني وسط الفريق من غيابات كتير جدا، غيابات بالجملة في لقاء المصري بورسعيدي. بيفقد النادي الأهلي عمرو السولية في مباراة المصري بسبب الإيقاف، ومع الثنائي محمد الشناوي ومروان محسن بسبب الإيقاف برضه. كمان بيعاني حسام عاشور من إصابة في العضلة الضمة، وبيشتكي هشام محمد من آثار لإصابته الأخيرة في العضلة الخلفية. كمان الشروق قالت انه بيخضع حسام عاشور قائد الفريق الاول لكره القدم في الاهلي لبرنامج تاهيلي عشان يتم تجهيزه لمباراه المصري البورسعيدي. اشتكى عاشور من الام في العضله الضمه، وبيخضع دلوقتي لبرنامج تاهيلي، وهيتم تحديد فرصه مشاركته في التمرين الجماعي وتجهيزه لمباراه المصري البورسعيدي خلال 48 ساعه. اليوم السابع كمان قالت ان بيرجع اسلام محارب لاعب النادي الاهلي للتمرين الجماعي خلال 10 ايام بعد ما انتهى من البرنامج التاهيلي اللي خضع ليه للتخلص بالشكل النهائي من الاصابه والرجوع مره ثانيه للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحله اللي جايه. اشتكى محارب من الام في الحوض، وده طبعا خلاه يبعد عن المشاركه خلال الفتره الاخيره، وبيرغب الجهاز الفني والطبي ان هم يدوا للاعب الوقت الكافي عشان يتخلص بشكل نهائي من الاصابه قبل ما يرجع للمشاركه الجماعيه. بيخضع محارب لفحص طبي بعد مباراة المصري بورسعيدي عشان يطمنوا على حالته ويتحدد ميعاد للبدء بشكل تدريجي في المشاركة في التدريبات الجماعية. كمان الوطن سبورت قالت ان بيخضع مروان محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي لبرنامج استشفائي عشان يتخلص من حاله الاجهاد العضلي اللي اشتكى منها خلال الفتره الاخيره ويتم تجهيزه للفتره اللي جايه. بيغيب اللاعب عن مواجهه المصري بورسعيدي اللي جايه بسبب الايقاف. ادى كمان مروان محسن جلسه في الجيم امبارح يوم الاحد وفقا للبرنامج اللي حدده الجهاز الفني في النادي الاهلي للاعب، وكمان هيعود للمشاركه ان شاء الله في التمرين الجماعي خلال الساعات اللي جايه. موقع الاهلي.com كمان قال ان بدا الجهاز الفني في النادي الاهلي بقياده لاسارتي بمتابعه واعداد تقارير عن اللعيبه المعاره من الفريق عشان يعرف موقفهم من التواجد جوه القلعه الحمراء ان شاء الله في الموسم القادم. طلب رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب من لاسارتي ان هو يعمل تقرير عن حاله المعارين وموقفهم المقترح من الفريق في الموسم اللي جاي ان شاء الله، في ظل احتياجات الفريق الفنيه على ان يتم عقد جلسه خلال الفتره اللي جايه ويتم مناقشه التقرير ده
مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة. بدأ الخطيب التحرك مرة تانية أو مبكرا في ملف تدعيم الفريق في الموسم اللي جاي عشان يقدر أنه يزود قدرات الفريق الفنية، وكمان زي ما أنتم عارفين أكيد أعار النادي الأهلي عدد كبير جدا من اللعيبة زي أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمر رضوان لفريق الجونة، وكمان فوزي الحناوي وعمار حمدي للاتحاد السكندري، ومحمد عصام الغندور لفريق جمهورية شبين. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن تدريب الفريق النهارده معانا دلوقتي على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد في تدريب النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا عايزه اعرف منك كل تفاصيل تدريب النهارده، وعايزه الاول اتاكد منك في خبر كان معانا النهارده بيقول ان شريف اكرامي اخذ امبارح اجازه وما حضرش التدريب لاسباب شخصيه، هل فعلا ما حضرش امبارح شريف اكرامي تدريب النادي الاهلي؟ نبدا الاول ان التمرين بدا في الرابعه عصرا وهو الان مستمر امامي، يمكن في تقسيمه كبيره مثلثات موقفه وبيصلح بعض العيوب اللاعبين اللي بتظهرها في التقسيمه الكبيره زي المباريات بالظبط، فالراجل بيوقف التقسيمه وبيصلح اي خطا شايفه قدامه. بالنسبه لموقف شريف اكرامي، شريف اكرامي ما شاركش امبارح في التمرين ولا النهارده في التمرين، ولكن شريف موجود في النادي، شريف بيشارك في تمرينات الجيم وبيخرج، يعني شريف ما خدش اذن زي ما الناس بتقول. شريف امبارح كان موجود في النادي، جري حوالين الملعب ودخل اتفق تدريبات الجيم، النهارده نفس القصه، جري حوالين الملعب واتفق تمرينات الجيم، هو لسه موجود جوه النادي، مفيش اجازه، مفيش استئذان، مفيش اي حاجه خالص، الراجل عمل تمرين اول امبارح قويه جدا، بدات بعض الالام يعني تعود في مكان ما هو ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه يا شريف، يعني احنا كنا بنتكلم اول امبارح وقلت لي ان هو ادى اول امبارح تدريب قوي جدا، واللي قبليه برده كان تدريب قوي جدا وكان طبعا بيأدي اداء رائع جوه التدريبات، لكن فجاه اخذ اجازه يومين، اكيد ده هو بيعاني من اي الام او حاجه؟ هو بدا يشعر ببعض الالام، فالجهاز الطبي خاف على طول عليه لحسن الاصابه تتجدد من جديد، فاكتفوا بتمرينات الجيم. فشريف جه امبارح لف حوالين الملعب لمده معينه زمنيه طبيه ودخل تمرينات الجيم علشان يعمل التقويات في الجيم، نفس الكلام حصل النهارده، فشريف ما خدش اسم زي ما بيتكتب وزي ما الناس بتقول، بس ممكن الناس اللي تنقل الخبر ما كنتش شايفاه مثلا في الملعب قدامها فبتقول ده شريف خد اذن، لكن الكلام ده ما حصلش خالص، شريف موجود امبارح، شريف موجود النهارده وبيأدي تمريناته علشان يرجع. هل في كلام ان مثلا هينضم بكره للتدريبات الجماعيه او حاجه، ولا ممكن يكمل في التدريبات التاهيليه في الجيم؟ بص يا شيماء، يمكن خلاص احنا بنتكلم النهارده الاثنين، بكره في تمرينه الثلاث هيسافروا الاربع الصبح يمكن الساعه 12 او 1 الظهر، من الشوايه كده خلاص شريف خارج مباراة المصري، الا بقى لو حصلت يعني حاجه في الساعات القادمه، ولكن المؤكد ان اللي هيحرس مرمى عالي النادي الاهلي علي لطفي الاهلي والمصري علي لطفي اللي النهارده عامل تقسيمه قويه وعامل تمرينه قويه، نمسك الخشب، ربنا يعني الاهلي بيعاني من الاصابات من ضغط المباريات طبعا. يعني البديل بتاعه يكون مصطفى شوبير الحارس الصاعد الواعد، طبعا حارس كبير وينتظر مستقبل باهر، ولكن حارس انه صغير، الاهلي بيعاني من اصابات كبيره من فتره اخيره، يعني توالي المباريات فرق مع النادي الاهلي، ولكن عندنا ثقه في علي لطفي حارس مرمى جدا، وما شاء الله النهارده باين في التمرين اداؤه، مصطفى شوبير باين النهارده ان هو حارس بينتظر مستقبل باهر جدا، جميل قال ما تقلقش، لا 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 حارس مرمى الاهلي بخير وباذن الله القادم افضل للنادي الاهلي. خليني اقول لك ان قبل بدايه التمرين كان في اجتماع في الملعب مع اللاعبين، اتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ واتكلم فيه مصطفى شركي مع اللاعبين حوالي خمس دقائق عن تقديم عرض مشرف، عن بقى خلاص كفايانا بقى نتائج سلبيه، لازم يبقى في نتائج ايجابيه الفتره القادمه، لازم يكون في اداء كويس، يعني خلاص بقى يعني مجلس الاداره زعلان، الجماهير زعلانه، لازم نصالح الناس كلها، المكافئات هتكون موجوده، العبوا ادوا من غير ضغوط، ما تقلقوش من حاجه، احنا في ظهركم، وقدموا تكورتكم، ما تخافوش من حد، الجماهير في ظهركم، مجلس الاداره في ظهركم، باذن الله تقدموا نتائج ايجابيه. ان بعد المحاضره استمرت حوالي من خمس لسبع دقائق، يمكن نسبه اللاعبين كابتن سيد عبد الحفيظ اخذ صالح جمعه كده في جلسه سريعه يمكن ثلاث اربع دقائق اتكلم معاه فيها عن الفتره الماضيه وطالبه طبعا بالظهور بشكل اقوى الفتره المقبله، يمكن الفريق عمل احماء وبعد كده وقت مجموعات بالكوره وضغط على الخصم كده في تقسيمه صغيره، والان بيعمل عامل تقسيمه كبيره زي ما قلت لك، مستر سيرتي وقفها كذا مره وبيصلح اخطاء اللاعبين، يمكن
طارق سليمان على الجانب الاخر، تمرين حراسه المرمى علي لطفي، الشناوي، مصطفى شوبير، تمرينه ولا اروع ولا اقوى، تمرينه قوي جدا. رمضان صبحي اكتفى بالجري حوالين الملعب وتمرينات الجيم، التأهيل مستمر لاسلام محارب يمكن. شريف خليني اسالك، هل كان في تركيز على انهاء الهجمات بشكل صحيح وترجمتها لاهداف؟ احنا طبعا كنا شايفين في الفترات اللي فاتت او في المباريات اللي فاتت دي ان اغلب الفرص اللي كانت بتيجي، الفرص السهله كانت بتيجي للنادي الاهلي، كانت في الاخر لا تترجم لاهداف، ويمكن ده كان سبب كبير جدا في خسارتنا للكثير من النقاط. شايف كان في النهارده تركيز على الجانب ده في التدريب؟ بس يا شيماء النهارده ما كانش موجود، لكن امبارح واول امبارح واول الراجل بيبقى حريص ثلاث اربع ايام في الاسبوع، بيبقى في تمرين تخصصي على الجول، عرضيات من الاجناب، انفرادات، اخترقات من العمق، علشان اللاعب يعرف يفنش الهجمه، يعرف يجيب جول. انا ملاحظها في تمرينات الراجل صراحه، فترات كثيره جدا بيبقى عنده التخصص على الجول اكثر من اي تمرين تاني، عشان خاطر الناس ما تضيعش فرص كثيره، بيبقى الاجناب اذا كان جيلاردو بيخش الناحيه اليمين بيخش، يعرف يخش مواجهه تاني علشان يعرف يجيب جول، اختراقات من العمق اذا كان اجاي، اذا كان مروان، اذا كان صلاح، الناحيه الشمال اذا كان محمد شريف او اذا كان الشيخ او اذا كان مؤمن، يعني الراجل بيشتغل على الناس كلها، اختراقات من اليمين، اختراقات من الشمال، اختراقات من العمق علشان الناس تعرف تفنش الهجمه، تعرف تجيب جول. اذا كان ازارو بيضيع كتير في التمرين، لكن ازارو بيجيب اجوان عالميه، انا بشوف التمرين اجوان ازارو لو جابها في الدوري ممتاز تكسر بيها الدنيا يعني. فالراجل بيشتغل على الكلام ده كله في الفترات الاخيره دي كلها، النهارده يمكن ما عملش كده، لكن لا هو بيعمل كده امبارح واول امبارح. خليني اقول لك الخبر المؤسف ان محمود وحيد خرج من التمرين مصاب، يمكن اشتكى في التمرينه والدكتور نزل له وخرج معاه، طبعا هيتاكد باذن الله بعد نهايه التمرين هنعرف نتمنى على حالته ان شاء الله خير بشكل عام خفيفه باذن الله ان شاء الله. طيب ياسر ابراهيم بقى، ياسر ابراهيم وربيعه، هل في تركيز على اللعب مع بعض؟ لان طبعا بحسب الاخبار كمان اللي بتتداول دلوقتي ان هو هيستعين بيهم عشان يلعبوا مع بعض كقلبين دفاع في المباراه القادمه للمصري البورسعيدي، لان طبعا تم تجربتهم قبل كده زي ما قلنا مع الاتحاد في مباراه الاتحاد السكندري. شايف في تركيز على اللعب مع بعض في التدريبات في النهارده او امبارح؟ الياسر ابراهيم في التمرينه قدامي وجنبيه بالفعل رامي ربيعه، الاثنين بيلعبوا في التقسيمه الكبيره فعلا، الاثنين موجودين. الراجل عامل بس عمل تقسيمه كبيره، لكن عامل ماتش وين اللاعبين اللي ممكن يشاركوا وممكن اللعيبه اللي ما تشاركش عشان تحفظهم برده على سريه الراجل، انت وليه قلب مفتوح الاعلام كله، فممكن يتنقل تشكيل النادي الاهلي من دلوقتي. الراجل عامل ماتش من اللاعبين، ولكن الاثنين موجودين، الاثنين بيشاركوا، الاثنين في انسجام ما بينهم يعني. انا ما ينفعش اقول اكتر من كده طبعا عشان خاطر برده ايه حرصنا على مصلحه النادي الاهلي، ولكن الشكل العام ان الكل جاهز لمواجهه المصري زي ما قلت لك شيما. بكره التمرين هيكون في الرابعه عصرا، يوم الاربعاء هيكون في العاشره صباحا، ثم التمرين، ثم غذاء للاعبين، وتوجه الى السويس مبيت لليله مباراه الاهلي ومصر يوم الخميس، اللي اتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي المقام على ملعب مختار التتش في الجزيره، تدريب زي ما قال لكم شريف ان هو ابتدى الساعه الرابعه عصرا. نرجع نكمل اخبار النادي الاهلي من مواقع الانترنت، وبنوصل لموقع البوابه سبورت اللي قالت ان فريق الشباب لكره القدم في النادي الاهلي مواليد 97 هيحل ضيف على المقاولين العرب بكره ان شاء الله يوم الثلاث في اللقاء اللي هيجمع ما بين الفريقين، ده ضمن الجوله 33 من دوري الجمهوريه للشباب. النادي الاهلي حقق فوز مثير جدا على سموحه في الجوله السابقه بهدف لفادي فريد اللي جه طبعا في اللحظات الاخيره، عشان كده بيرغب الفريق في تحقيق فوز جديد على حساب المقاولين العرب عشان يواصل سلسله انتصاراته في الدوري واللي توج بيه قبل كده او قبل اربع جولات من نهايه الموسم الحالي. بيتربع النادي الاهلي على صداره الترتيب وبرصيد 85 نقطه بالفوز في 27 مباراه، اتعادل في اربع مباريات، وكمان كان في هزيمه واحده بس، وسجل 72 هدف وتلقت شباكه 19 هدف. بيتبقى له مباراه القمه هتكون ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، هتكون قصاد نادي الزمالك على ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر، وبيضم الجهاز الفني لفريق 97 عمرو انور مدير فني، ياسر رجب مدرب عام، هشام السيد مدرب لحراس المرمى، واحمد عيد مدير اداري، واحمد ابو عبله طبيب للفريق، ومحمد حسن مخطط للاحمال والتاهيل، ومحمد السيد اخصائي التدريج. كمان الموقع
الرسمي للنادي الاهلي قال ان هيثم عاطف طبيب الفريق الاول للكوره الطايره رجال في النادي الاهلي قال ان حاله عبد الحليم عبو لاعب الفريق مطمئنه جدا بعد طبعا ما خضع لجراحه في الركبه امبارح يوم الاحد، وقال ان اللاعب خضع للجراحه عشان تهذيب غضروف الركبه وتثقيب لقرحه بسيطه في المفصل، وان الجراحه تمت بنجاح وحصل عبو على راحه لعده ايام قبل ما يبتدي ان شاء الله في البرنامج العلاجي والتاهيلي الخاص به. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم واخر الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار المحترفين في الخارج. سوبر كوره، منتخب مصر يواجه غينيا كوناكري ببرج العرب. الجول، مدرب أوغندا، نيجيريا والمغرب والسنغال مرشحون لاقتناص أمم أفريقيا ولكن مصر الأقرب. اليوم السابع، منتخب تونس يطالب الكاف بنقل مبارياته فوق أمم أفريقيا للقاهرة. صدى البلد، جهاد عامر تكشف آليات اختيار المتطوعين لبطولة الأمم الأفريقية. البوابة سبورت، رسمياً عماد النحاس يجدد عقده مع المقاولون لمدة موسم. كورة، مختار تجميد المستحقات مستمر حتى لو هزمنا الزمالك. آس عربي، الترجي يؤكد رسمياً عدم دخوله في مفاوضات مع المصري ميدو. وان تري، تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وكارديف. بوابة المصري اليوم، جماهير ليفربول تهاجم مامر بسبب محمد صلاح لا يريد في القمة. بطولات، تقارير، روما يستهدف التعاقد مع النني لتعويض رحيل نزانزي محتمل. بوابة أخبار اليوم، تريزيجي على رادار جلطة سراي. بوابة الأهرام، كوكا يسجل وأولمبياكوس يفوز على لاميا بثلاثية بالدوري اليوناني. سبورت 360، كيليان مبابي يحسم الجدل بشأن انتقاله لريال مدريد. يلا كورة، هيغوين يعترف أحبس نفسي في المنزل خوفا من انتقادات الجماهير. يورو سبورت عربية، ساري دوري الأبطال مسابقة مبالغ فيها وتحتاج إلى الحظ. جول، برشلونة يسعى لتجديد عقد فيدال تجنبا للمفاجآت. سريعا نروح مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار المحليه. نبتدي مع سوبر كوره اللي قال ان المنتخب الوطني الاول بقياده المدرب المكسيكي خافيار اجيري هيختتم استعداداته لبطوله كاس الامم الافريقيه بخوض مباراه وديه قصاد منتخب غينيا كوناكري يوم 16 يونيو اللي جاي قبل انطلاق الحدث القاري بخمس ايام. بيقع المنتخب في المجموعه الاولى للكانو اللي بتضم منتخبات الكونغو الديمقراطيه، زيمبابوي واوغندا، واللي بتخوض مبارياتها على ارضيه ملعب استاد القاهره الدولي. سبق طبعا ان لعبت مصر وغينيا كوناكري سنه 2013 في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2014، فازت مصر ذهابا بثلاث اهداف لهدفين، وبعد كده في مباراه الاياب اللي كانت في الجونه اربع اهداف لهدفين.
كمان موقع في الجول قال ان الفرنسي سباستيان دو صبر المدير الفني لمنتخب اوغندا بيتوقع انه ما يخرجش اللقب كاس الامم الافريقيه من بين انياب منتخب مصر والسنغال ونيجيريا والمغرب. طبعا وقعت اوغندا في المجموعه الاولى مع البلد المضيف مصر والكونغو الديمقراطيه وزيمبابوي. قال دو صبر لشبكه اي اس بي ان الامريكيه عن ابرز المرشحين، السنغال ونيجيريا والمغرب هم المرشحين الاوفر حظا، لكن مصر هي كمان قريبه جدا لان هي اللي بتستضيف البطوله. الفرق الاربعه دي هتذهب بعيدا. وكمان قال نحن في مجموعه مصر وهم فريق نعرفه جيدا، انا شخصيا اعرفهم جيدا حيث عملت في مصر 5 أشهر مع فريق الاسماعيلي. كمان اليوم السابع قالت ان مسؤولين المنتخب التونسي طلبوا من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف واللجنه المنظمه لبطوله كاس الامم الافريقيه ان هي تعمل المباريات بتاعتهم على في القاهره او على ملعب استاد القاهره بدلا من مبارياتهم اللي هتكون ان شاء الله على استاد السويس. وطبعا الكلام ده كان بسبب ان هم شايفين ان استاد السويس ده لم يكتمل او المرافق في السويس لم تكتمل بنسبه 100%، وده طبعا اللي في الاغلب هيتم رفضه لان الكاف او اللجنه المنظمه المنظمة كان 2019 قالت ان كل الملاعب هتكون جاهزة بنسبة 100% لاستضافة المباريات يوم 15 مايو اللي جاي. كمان صدى البلد قالت ان الدكتوره جهاد عامر نائب رئيس اللجنه المنظمه لبطوله الامم الافريقيه رئيس لجنه المتطوعين كشفت عن الاليات اللي هيتم بيها اختيار المتطوعين اللي هيعملوا في كاس الامم الافريقيه 2019 والمقرر ان شاء الله ان هي تنطلق في 21 يونيو لحد يوم 17 يوليو اللي جاي. نوهت رئيسه لجنه المتطوعين ان اللجنه مش هتعمل او مش هتسلم اي اوراق او استمارات خاصه بالمتطوعين بشكل فعلي حفاظا طبعا على شفافيه الاختيار توفير مبدأ تكافؤ الفرص، لكن اللي عايز ان هو يشتغل في مشروع وطني زي ده لازم ان هو يقدمها عبر الموقع الرسمي للجنة واللي هيتم انشائها خصيصا. وقالت كمان ان في الوقت الحالي بيجري الانتهاء من الخطوات الأخيرة الخاصة بظهور الموقع للنور. وقالت كمان جهاد ان اللجنة هتقوم بتصفية الاستمارات اللي بتحصل عليها بناء على الشروط اللي تم تحديدها سابقا من جانب أعضاء اللجنة، وهي اشتراط إجادة لغة أجنبية إضافة إلى وجود خبرات في تنظيم أحد البطولات الرياضية السابقة. وقالت كمان ان اللجنة هتضم على الأرجح ما بين 1500 ل2000 متطوع عشان يشتغلوا في البطوله. وقالت كمان نائب رئيس اللجنه المنظمه ان العدد الاخير في النهايه هيتم تحديده بعد ان شاء الله زياره فعليه للمواقع اللي هتستضيف الحدث في مختلف المحافظات من فنادق وملاعب تدريب واستادات وغيرها من المواقع. وكمان بعد الاتفاق مع باقي اللجان المنظمه للبطوله عشان يعرفوا احتياجات كل لجنه فيهم واحتياجات البطوله كمان بشكل عام. كمان البوابة سبورت قالت ان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولين العرب والمشرف العام على الفريق اعلن استمرار عماد النحاس المدير الفني الحالي للفريق لمدة موسم اضافي بعد نجاح النحاس في تجربته الحالية مع الفريق وقيادتهم للمنافسة على المربع الذهبي والوصول للنقطة 43. اكد فتحي في تصريحات ليه النهاردة ان استمرار النحاس بيخلق مزيد من الاستقرار بعد نجاح تجربته مع الذئاب ودخول الفريق بقوة ضمن المرشحين للمنافسة على المربع الذهبي. كمان الهدوء او ان سياسه نحاس بتتسم بالهدوء وده اللي خلى الفريق مصمم او المجلس مصمم انه يفضل مع الفريق في الفتره اللي جايه. وكمان نجح فتحي ان هو يكمل او يمدد ملف التعاقد مع نحاس بعد الحصول على الضوء الاخضر من المهندس محمد محسن. كمان موقع كورة قال ان مختار المدير الفني للانتاج الحربي اكد ان هو قرر ايقاف كل المستحقات الخاصة
لعيبه لحين اشعار اخر، وظل طبعا التراجع المستمر في النتائج في بطوله الدوري المصري ممتاز خلال الفتره اللي فاتت. قال مختار مختار في تصريحات لي ايقافه مستحقات مستمره حتى لو حقق الانتاج الحربي الفوز على نادي الزمالك في المواجهه اللي جايه، وقال كمان مستمر في موقفي بتجميد مستحقات اللاعبين حتى يستعيد الفريق نفسه في بطوله الدوري ويحسن من مركزه. فمش من المقبول ان يتراجع الانتاج بهذا الشكل بعد ما كان بينافس على التواجد في المربع الذهبي. كمان قال انه عمل جلسه مع اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت وحذرهم من تكرار الاخطاء ومن عدم التركيز، وبنامل ان احنا نحقق الفوز على الزمالك في اللقاء المقبل. اختتم كمان كابتن مختار مختار تصريحاته وقال لا توجد غيابات في صفوف الانتاج الحربي سوى حماده ناصر بسبب الايقاف، وبنمتلك اكثر من بديل جاهز لتعويضه. موقع آس العربي قال ان مسؤولين نادي الترجي التونسي نفوا دخولهم في اي مفاوضات رسميه او غير رسميه مع المدرب المصري احمد حسام ميدو عشان يتولى تدريب الفريق الكروي الاول في النادي خلفا للمدرب الحالي معين الشعباني. بيقدم الترجي في الموسم الجاري اداء لافت تحت قياده معين الشعباني، بيحتل الفريق دلوقتي المركز الاول في جدول ترتيب بطوله الدوري التونسي وبرصيد 49 نقطه وبفرق 9 نقط عن صاحب المركز الثاني ومطاردهم المباشر فريق الصفاقسي التونسي. موقع وانتري قالت ان شبكه هوسكور العالميه قيمت اداء الجناح المصري محمد صلاح في مباراه امبارح ما بين فريق ليفربول الانجليزي وكارديف سيتي في البريمير ليج، وبحسب شبكه هوسكور حصل محمد صلاح على تقييم 7.410 واوضحت انه استحوذ على الكوره بنسبه 3.6% وبلغت كمان نسبه تمريراته الصحيحه 63%. ورجع ليفربول لاعتلاء صداره ترتيب البريمير ليج بعد ما تغلب على كارديف سيتي بهدفين نظيفين. كمان بوابة المصري اليوم قالت ان بعض مشجعين نادي ليفربول الانجليزي اعربوا عن غضبهم بسبب قيام اللاعب جيمس ميلنر قائد الفريق بحرمان النجم المصري محمد صلاح من تسديد ركلة الجزاء قصاد فريق كارديف سيتي. تداول عدد من المغردين او مستخدمين تويتر الفيديو اللي ظهر فيه ميلنر وهو بياخد الكوره من صلاح عشان يسدد هو ركلة الجزاء، وده اللي حرم الدولي المصري من تسجيل هدفه ال20 وتصدر طبعا قائمة هدافين البريمير ليج. وقالت مغردة عبر صفحتها الشخصية: حسنا هذا الأمر أغضبني حقا، كان يمكن أن يسجل صلاح ركلة الجزاء، فيرمينيو كان يهنئه على ركلة الجزاء قبل أن يقوم ميلنر بأخذ الكرة. وقال كمان مستخدم آخر لتويتر: تصرف ميلنر غير لائق، أخذ الكرة من صلاح في الوقت الذي يجب أن تترسخ فيه روح الفريق. ميلنر، ألا تريد أن ترى صلاح على قائمة الهدافين؟ كمان موقع بطولات قال ان في تقارير صحفيه ايطاليه قالت ان نادي روما بيفكر ان يتعاقد مع الدولي المصري محمد النني خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه. روما بيدرس احتماليه رحيل الفرنسي ستيفن نزونزي بعد طبعا ما فشل في التاقلم مع الكره الايطاليه في موسم سيء جدا للفريق. واكد موقع كالتشو ميركاتو الايطاليه ان روما بيستهدف التعاقد مع النني عشان يكون بديل للاعب في حاله ان هو رحل في الصيف المقبل. وقال كمان الموقع ان روما بيتابع النني من الموسم اللي فات لكن فشل في التعاقد معاه بسبب ضم نزونزي عشان يظهر المصري على طاوله المفاوضات للنادي العاصمي مره ثانيه. نزونزي كمان كلف خزائن روما 30 مليون يورو في الصيف اللي فات لكن هو فشل في احداث نفس التغيير اللي كان عليه في اسبانيا. كمان اوضح الموقع الايطالي ان الارسنال مش هيمانع في رحيل النني لروما اذا كان طبعا العرض مناسب ماديا، خصوصا وان النني مش من اولويات المدرب اوناي أمري.
كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن نادي جالاتا سراي التركي بيستعد أن هو يقدم عرض رسمي لضم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا خلال موسم الانتقالات الصيفية اللي جاية. قالت صحيفة اسمها فاناتيك التركية أن جالاتا سراي عنده رغبة في ضم النجم المصري مقابل 10 مليون يورو، وقالت كمان أن من المتوقع إرسال عرض رسمي لنادي قاسم باشا التركي في الساعات اللي جاية. وسجل محمود حسن تريزيجيه 9 أهداف، صنع 8 أهداف تانيين في 29 مباراة خضها مع قاسم باشا في الدوري التركي في الموسم الحالي. يذكر كمان أن عقد النجم المصري مع قاسم باشا هينتهي في سنة 2021. وقالت الصحيفة أن المدير الفني لجالاتا سراي فتح تريم طالب إدارة النادي بوضوح أن هم يحطوا تريزيجيه على قائمة اللعيبة اللي المفروض يتعاقدوا معاهم في الصيف المقبل، على الرغم من أن إدارة قاسم باشا سبق وهي رفضت برضو قبل كده عرضين من جالاتا سراي عشان يضموا النجم المصري. كمان بوابة الأهرام قالت أن فريق أولمبياكوس اللي بيلعب ليه المصري الدولي أحمد حسن كوكا تغلب على نظيره لاميا بثلاث أهداف لهدف مساء يوم الأحد على ملعب لاميا ضمن الجولة 29 من دوري السوبر اليوناني. حضر أحمد حسن كوكا على دكة بدلاء الفريق فريق أولمبياكوس من البداية قبل ما يحل كبديل في الدقيقة 58 لزميله سولدانداو، وقدم نفسه بصوره كويسه جدا في الدقائق المتبقيه، سجل هدف فريقه الثالث قبل 5 دقائق من النهايه ورفع اولمبياكوس رصيده ل 69 نقطه. في المركز الثاني ورا متصدر باوك واللي حسم لقب الدوري اليوناني بفوزه الساحق على ليفادياكوس بخمس اهداف، وتوقف كمان رصيد لاميا عند 34 نقطه في المركز التاسع. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مره تانيه، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، بنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا وجولتنا في عالم السوشيال ميديا. هنبتدي معاكم مع جيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي اللي نشر صوره على تويتر من مباراه كاردف سيتي اللي انتهت بفوز الريدز 2-0 وكتب اداء كبير اخر. كمان نشر روبرتسون لاعب ريدز صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب 3 نقط شباك نظيفه عيد فصح سعيد. نشر كمان ترانت ارنولد صوره من المباراه على تويتر وكتب عيد فصح سعيد ريدز. نشر فينالدوم صورة من المباراة برضو على تويتر وكتب عيد فصح سعيد يا له من شعور، بإضافة 3 نقاط كبرى أخرى. كمان ستيفن ريشتاينر لاعب الأرسنال نشر صورة على تويتر بعد مباراة كريستال بالاس اللي انتهت بخسارة الجانرز وكتب خسارة بنتيجة 3-2 على ملعبنا، والآن لنواصل القتال على المركز الرابع يمكننا أن نفعل ذلك. نشر برضو ألكسندر أكستات لاعب الجانرز صورة على تويتر من المباراة وكتب فزنا معا وخسرنا معا لنقاتل ونصدق حتى النهاية. برضو كتب ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد على تويتر بعد الخسارة الكبيرة قصاد أفرتون بنتيجة 4-0 من الصعب وصف ما أشعر به اليوم، فكلمات كقائد أريد أن أقول أن أداء الفريق اليوم علاوة على النتيجة لم يكن بالمستوى المتوقع، نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نتحسن، لكن الكلمات لا تعني شيئا بسيطا، يجب علينا تقديم كل شيء لهذا النادي، شكرا لدعمكم غير المشروط. برضو احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوزه بالدوري الإيطالي مع اليوفنتوس، وبعد ما أصبح اللاعب الوحيد اللي بيحصل على 3 دوريات كبرى، الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، الأسباني مع ريال مدريد، والإيطالي طبعا مع اليوفنتوس، نشر صورة على الانستغرام وكتب الوحيد. أما بقى كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الأسباني فنشر صورة على تويتر مع كورة الهاتريك اللي أحرزها في مباراة أتلتيكو بالبا، كتب بدون زملائك في الفريق لا شيء ممكن. نشر ماركو أسانسيو لاعب ريال مدريد الأسباني صورة على تويتر من المباراة وكتب انتصار جيد أمام حشد جماهيري في ملعبنا.
نيمار برضو نشر صورة على تويتر من مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع موناكو اللي انتهت بفوز فريق العاصمة 3-1 وتتويجه بلقب الدوري الفرنسي. علق شكرا لك يا الله على كل شيء. نشر كمان زلاتان إبراهيموفيتش صورة على تويتر وكتب دعم رائع من مشجعين لوس أنجلوس جالكسي، شكرا لكم. نشر كمان حساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر صورة تحت عنوان هذا هو حالنا ونحن في الصدارة. أخيرا نشر فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني فيديو على تويتر وكتب على الأب أن يفعل ما يجب عليه فعله لجعل أطفاله سعداء. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. مساء الفل على حضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله موفقه دايما ان شاء الله. الله يخليك. طبعا عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عليها، ويمكن الاهم او الابرز في الاسبوع ده اللي شفناه يعني تبادل المراكز في الصداره، الثلاث مراكز الاولى الاهلي كان متقدم او كان متصدر الدوري، بعديه الزمالك، وبعد كده يليهم بيراميدز. دلوقتي الموضوع اتقلب الى حد ما، الزمالك بقى في الصداره بعد بيراميدز وبعد كده في المركز الثالث النادي الاهلي. شفت المشهد ده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد بنسميه دايما احنا طبعا المشهد المتغير او مشهد الكراسي الموسيقيه، وده شيء طبيعي ووارد في كره القدم وتحديدا في الدوريات المهمه، الدوريات اللي فيها المفروض الدوريات القويه دايما بنشوف فيها الـ هذا الزخم التنافسي والصراع ما بين عده انديه، وده بيسر المسابقه ويخلي المسابقه شكلين. يعني الدور الثاني جالك لعيبه 7 لعيبه او 8 لعيبه المفروض كنت تعمل بيهم روتيشن بشكل جيد، ادي فرص لمباريات معينه في الدوري، العب مثلا الصفقات الجديده، العب اريح علي معلول شويه، اريح عبد الله، اريح الشحات شويه، اريح يعني بعض اللعيبه اللي شايف ان عندها ارهاق او لم تظهر بالشكل الكافي في الملعب، او في لعيبه هتاخد انذارات، هتاخد ايقافات، لازم اعمل حساب لده، ما استناش لما تجيني افاجئ بايقاف لاعب، افاجئ بان لاعب اصيب، افاجئ بان لعيبه كتيره من اللي كنت بعتمد عليها لعيبه اصبحت غير موجوده معي. فدي المشكله اللي المفروض نادي كبير بحجم نادي الاهلي انه كان يستوعب ده من البدايه. انا بشارك في 4 بطولات، يبقى ال4 بطولات لينا خطه معينه تتحط على الورق ومعروفه، فلان هيلعب كذا فلان هيلعب كذا، زي ما حضرتك بتشوف في كل دوريات العالم، وبتشوف حضرتك في مباريات بتلعب فيها لعيبه في دوري ابطال اوروبا، في لعيبه بتلعب في البطوله مثلا المحليه، في لعيبه بتلعب في الكاس، في لعيبه بتلعب في بطولات دوري، بتلاقي في روتيشن. لان انا طالما في يعني انا نفسي في الانديه المصريه زي ما انا ضميت لاعب يبقى اديله الثقه الكامله. يعني عندي 30 لاعب، ما ينفعش اركز على 11 لاعب فقط وال5 احتياط والباقيين كانهم لم يكونوا. هم بالفعل ممكن في مستويات بين اللعيبه، في لعيب افضل من اللعيب في مركزه، صحيح. في لعيب عنده امكانيات اعلى، ولكن في النهايه من وجهه نظرك لازم الكل ياخد الفرصه، لازم الكل ياخد الفرصه، خصوصا انا بشارك في 4 بطولات. ما ينفعش حضرتك اركز على 17 لاعب 18 لاعب، ايه النتيجه؟ النتيجه في اصابات، النتيجه في ايقافات، النتيجه في اجهاد كبير، النتيجه في لاعب انت بتشركيه في المباراه من البدايه خالص بتشوفيه في غير مستواه على الاطلاق. المباراه الثانيه لا، اريحه بدل ما نستخدمه واستهلكه واخليه في شكل يظهر في شكل غير جيد قدام جمهوره، وده يعني وده شيء مش كويس بالنسبه للاجهزه الفنيه. طيب. فدي احنا يعني دي توصيف سريع لحاله النادي الاهلي، صحيح. نتمنى ان لاسارتي سريعا، هو خلي بال حضرتك في دعم حاصل له دلوقتي طبعا جداً في جداً. مطالبات جماهيريه كتير جدا، صحيح. برحيله، لكن مجلس اداره النادي الاهلي استطاع ان هو يقف وراء
الجهاز الفني من اجل الدعم، لان خلي بال حضرتك المرحله دي لا تقبل قسم على الاثنين. طبعا ما ينفعش انت الاهلي خرج من بطوله افريقيا، خرج من دوري ابطال الدوري العربي، ما ينفعش كمان يضيع الدوري، خصوصا ان الدوري يعني خلي بال حضرتك المعطيات اللي قدامنا والارقام اللي قدامنا بتقول ان فرص الاهلي تتساوى مع فرص الزمالك. صحيح. وفرص الزمالك والاهلي اكبر من فرص بيراميدز. ده حقيقي. طيب خلينا نروح لظاهره بقى استخدام الحكام الاجانب اللي بفلوس كتير جدا، اللي بيجوا زيهم زي ما كانهم مجوش خالص. ايوه، ما هو دي يعني لما يعني اخد من كلام حضرتك زي ما مش جايين خالص. طب انا بدفع في كام؟ حوالي 20,000 او 25,000 دولار. يعني رقم كبير جدا، ما يوازي حوالي كام، انا ما اعرفش احسب الدولار دلوقتي ب 17 يعني وشويه، يعني بتاع 400,000 جنيه بصراحه. رقم كبير جدا، يعني رقم كبير مهول جدا. انا المفروض بس طالما الانديه عندها استعداد تدفع وعندها في خزنتها فلوس، ما عنديش مشكله طالما انت اللي عايز. ايوه، بس في الحاله ان انت تدفع 25,000 دولار و 100,000 جنيه اجيب حكم على المستوى، حكم يعني نخبه، حكم لعب في كاس عالم، حكم بحكم في دورات ابطال اوروبا، مش اجيب حكام، مش اي حكم اجنبي وخلاص. كامل الحكام العرب، عارفين الحكام العرب معظم او معظم حكام اللجوم كلهم حكام عرب، فينا من تونس وفي المغرب. احنا ممكن نتكلم كمان عن المباراه اللي فاتت، مباراه النادي الاهلي اللي فاتت والحكام اللي كانوا فيها شرق اوروبا. يعني بصي احنا عشان نحسم الجدل ده لازم انا طالما دفعت فلوس حكام والفلوس المطلوبه يبقى اجيب الحكم اللي انا عايزه. المفروض الحكم اللي انا عايزه منين؟ حكم يكون حكم نخبه. هتقولي لا، ده الحكام مشغولين بدوري ابطال اوروبا، مشغولين بالدوريات في بلادهم، مشغولين في مباريات مش عارف اجنده دوليه. لا، المفروض انا من دلوقتي طالما عرفت اني قبل المسابقه بتنتهي وعارف ان الموسم ده موسم استثنائي، وعارف ان في بيراميدز، وعارف ان في الزمالك، وعارف ان الاهلي موجود والمنافسه على شدها، يبقى لازم انا كلجنه حكام انا مربط زي ما بيقولوا مع حكام او مع اتحادات كرة القدم في بلادها، ان انا عايز الحكم الفلاني، عايز الحكم العلاني، مطلوب الحكم الفلاني. طب ده يمكن يجي امتى، ده ممكن يجي امتى، يعني يبقى في محاولات، مش احس بحكم جاي لمجرد انه حكم اجنبي ببرنيطه مثلا بيفكرنا بالفيلم بتاع ابو العربي، في حكم جاي وخلاص. لا، الحكايه دي يعني باثرها السلبي اكتر من اي شيء اخر. وفي طبعا هيكون يقول لك لا، ده الحكم المصري افضل بالنسبه لنا في الحاله دي، يعني في اخطاء كثيره، في قرارات مع الاسف غير مقنعه. وانت لما بتشوفي حكم انت ما اتفرجتيش عليه في كاس عالم، ما اتفرجتيش عليه في دوري ابطال اوروبا، ما شفتوش في منتخب بيلعب في دوري بلاده، انت بالنسبه لك ملعبت الكوره بتتفرج على كره القدم، بتتفرج على الحكام، وعارفه الحكم ده كويس وحكم ده وحش، والحكم ده فيه سلبيات وفيه ايجابيات. فبالتالي بتكون يعني خلي بال حضرتك، انت هتشوف نرفزه كتيره جدا من لعيبه الدوري المصري مع الحكم الاجنبي. لو الحكم الاجنبي ده معروف ومعروف صرامته ومعروف هو بيعمل ايه، ومعروف انه حكم نخبه، عمره ما في لاعب مصري اتجرى عليه. ده انذارات بالجمله ويعني ولعيبه الاهلي برده خلي بال حضرتك برده خدت انذارات بالجمله من هذا الوضع، ولعيبه الزمالك ولعيبه. بص، الاعتراض في مصر ده 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 موضه مع الاسف الشديد، موضه. وانا يعني ومالوش اي لازمه. انا ببقى نفسي اعرف يعني الاعتراض مش هيغير حاجه في النتيجه. من حاجة طلع في مثلا كارت اصفر، هل الاعتراض هيخلي الحكم يحط كارت طيب اصفر تاني يجيبه؟ الاعتراض موجود في كل انحاء العالم، لكن الاعتراض بشياكه موجود في بره مصر، واحنا عندنا الاعتراض بغير شياكه. مش هقول اللفظ الثاني المرادف او العكس، لانه مع الاسف لفظ مش هيعجب ناس كتير. انا دلوقتي كلاعب كره قدم لما بدأت اتفرج على اي مباراه اوروبيه، مباراه اجنبيه، مباراه في اي دوري من الدوريات المصنفه، المفروض انا كلاعب كره قدم اتفرج عشان اتعلم، مش اتفرج على مجرد الفرجه. انت لا تستمتع بمباريات، لكن انت كلاعب لابد ان تتعلم من هذه المباريات. ما الذي يستفيده اللاعب المصري من مشاهدته مباريات مهمه وبالعيار الثقيل؟ لا شيء. اللعيبه نفسها هي تعترض على الحكام، لعيبه تعمل مشاكل مع الحكم وتشوح. وكمان ده في حاجه ادهى من كده، ان اللاعب المصري بيشوف اللاعب الاوروبي يعني ما يقعش الا لما يكون هيموت، يعني خلاص هيشيلوا على نقاله وهيتغير. عندنا في الدوري المصري مباراه، انا شفت مباراه اول امبارح حضرتك، نسبه الناس اللي وقعت في الارض حوالي 30 سقوط على الارض، بنسبه انا حسبتها حوالي 14 15 دقيقه اللعيبه ناموا على الارض. طب وناموا وشاركوا، المشكله ان هم بعد ما ال 15 دقيقه ضاعوا قاموا مره ثانيه. أيوة، الراجل أيوة. بيجي من بره وجايب ازازه ميه يرش عليه شويه ميه ويقوم وخلصت الدنيا. ما اعرفش بقى عشان يتصور، ما اعرفش عشان يتشاف في التلفزيون مره. يا عم احنا عارفينك والله وعارفين اسمك، والدنيا بعد متغيره، والتلفزيون دلوقتي بيذيع كل المباريات، كل المباريات متذاعه، والناس مش زي زمان. نفسي يبقى عندنا ثقافه
اللاعب المحترف، اللاعب اللي بيطالب بحقه. اصل في الاخر برضو يعني بغض النظر عن ان ده بيعملوه في الدوريات الاوروبيه الكبيره ولا لا، بس في الاخر لو انت هتعمل اي تصرف داخل الملعب لو مش هيجي يعني عليك بنتيجه ايجابيه او بنتيجه ما بتعمله ليه؟ يا استاذه انا بقول لحضرتك ده موجود بس موجود مع الفارق الكبير، احنا بنعمله بعدم شياكه، هناك بتعمل بشياكه باعتراض، بسجل اعتراضي ان هذه اللعبه غير صحيحه، لكن هنا بسجل اعتراضي ان هذه اللعبه غير صحيحه وانت لست حكم وانت فاشل وانت، وبقول له كلام كتير جدا في النهايه بخسر انذار. صحيح. انذارات مجانيه بيخسر والانديه بتخسر لعيبتها وفي الاخر طبعا بيجي عكس مصلحه النادي اللي بيلعب بيه اللاعب. بالظبط. طيب نتكلم عن الحكام والتحكيم، هل شايف من وجهه نظر حضرتك ان اتحاد الكوره ما عملش اللي عليه ان هو يدي للحكام المصريين اللي عندنا الكورسات الكافيه، يمدهم بالاجهزه الكافيه بالاحتياجات الكافيه عشان يكونوا على مستوى افضل من المستوى اللي هم عليه؟ والله بصي كل سنه بنتكلم نفس الكلام وبنقول حلول وبنقول حاجات مهمة بنحاول احنا نوصلها للحكام، لكن لجنة الحكام في النهاية بتعمل اللي هي عايزاه. أول حاجة بتمنى من المسؤولين عن كرة القدم في مصر انهم يلغوا حاجة اسمها ايه، يعني من الحاجات اللي انا بتكلم عليها بصفة شخصية اللي هي لجنة تقييم الحكام ما بعد المباراة. هو ينفع حضرتك بعد المباراة اقيم الحكم، يعني المسؤول عن التحكيم نفسه بيقيم الحكم بتاعه قدامي يقول ده غلط وده صح وده صح وده غلط. طب لو التقييم يقصد من ورائه نواحي إيجابية وإظهار الحق من الخطأ أنا ما عنديش مشكلة، لكن يحصل مع حكام معينين أطلع الحكم ده أفصص زي ما بيقولوا كل أخطائه من كل الألعاب الخطأ وحكم تاني يتغاضى عنه تماما، مع الأسف خلينا بس نقولها صريحة احنا بنحب وبنكره، وده صديقي ما اقدرش اجي ناحيته، ده حبيبي ما اقدرش اجي ناحيته، ده ابوه عمل معايا زمان مش عارف ايه كان. بس هو فكرة ان في لجنة تقييم لأداء الحكام دي حاجة يعني دي حاجة اللجنة إيجابية. دي نفسها مش في التلفزيون يا استاذة شيمة، مش في التلفزيون، مش على التلفزيون، مش في البرامج. البلاد اللي عايزة الحكام تتقدم عندها هم بنفسهم يقولوا يا جماعة بعد اذنكم احنا هنلغي الفقرة التحكيمية. انا ما اعرفش مين عنده سلطة الغاء هذه الفقرة، لان الفقرة انا شايفها سلبية اكتر منها ايجابية، لان حضرتك هنا بتتكلم على الحكم نفسه واحنا بنشوف حكام بتخطئ في مباراة وتشوفيها بنفسك وبالليل ما بتشوفش عنها حاجة، ما حدش بيتكلم عنها ليه، لانه في النهاية بتكتشفي ان في علاقة تربط ما بين المحلل التحكيمي او الخبير التحكيمي وهذا الحكم، وفي حكم تاني تلاقي بينه وبين الحكم التاني ما بيحبوش عداوة مثلا، يجيب بقى كل اخطائه ويجيب كل الالعاب بصي لو في عدالة احنا هنتعلم الاخطاء، انما المشكله ان مفيش عداله. بس في الاخر هما بيعبروا عن وجهات نظرهم يعني، يعني هو الكلام اللي بيقولوه ده مش ماهوش كلام يعني ما هو قران. التحليل ده مفيهوش وجهه نظر، ان بيجيب لعبه قدامي بورهاني دي غلط، يبقى خلاص دي غلط. لعبه ورهاني ثاني انا بشوفها معاه ان دي صح يبقى دي صح، لو في القانون في القانون القانون لو مديكي فرص تقولي صح وغلط ماشي، انما بتكلم في العاب انت بتشوفيها قدامي. طب مثلا ممكن نقول ان وجود لجنه تقييم للحكام، لجنه اجنبيه مثلا ملهاش اي علاقه بالدوري المصري، تقيم الحكام بعد كل مباراه، مين هيرضى ده؟ وتديهم زي بونص اللي يغلط مره واثنين وثلاثه واربعه يبعد شويه بقى. ماشي بس برضه هيتم التدخل في عمل هذه اللجنه، ودي ده رقم كويس ده رقم وحش طبيعي. احنا بصي لازم احنا نغير نفسنا الاول، لازم نعامل ضميرنا الاول، لازم ادي كل واحد حقه، لو كل واحد والله ادى كل واحد حقه بما يرضي الله وبالعدل لا نحتاج لجنه اجنبيه. وكل حكم برضه خلي بال حضرتك ما في حكام برضه، مش كل الحكام، في حكام ممتازين وحكام كويسين جدا، بس مع الاسف في الغالبيه العظمى منهم ما بيهمهاش اسمها، ما بيهمهاش ابنائها في المدارس، عيالهم في المدارس، العيل بيقابل ابنه زميله الفصل يقول ابوه غلط امبارح، باباه غلط مش عارف ايه، ويحصل معاه مشاكل مع الاسف الشديد. صح. احنا زي ما بقول لحضرتك لو كل واحد فينا في مجاله حكم ضميره وتعامل بما يرضي الله والله لا يحتاج لجنة تقييم أجنبية ولا يحتاج حكام أجانب ولا يحتاج، بس المشكلة كلها إن دي ظاهرة عالمية في التحكيم بس عندنا بصورة أكبر من اللازم. لو في مثلا كرة القدم بتتقدم في كل أنحاء العالم، إحنا بنتقدم بس بسرعة السلحفاة أو بمشي السلحفاة، لأن السلحفاة مالها السرعة، فكل حاجة في العالم بتحصل عندنا بس مع الاسف بالشكل السلبي. نفسي تحصل بالشكل الايجابي. يعني مش عارف يعني. بما اننا بنتكلم عن موضوع التحكيم، شفنا النادي الاهلي وانديه ثانيه كتير جدا طلبت ب يعني
تقنية الفار، تنفيذ تقنية الفار واستخدام تقنية الفار في الدوري المصري ممتاز. رد علينا بقى المسؤولين، الأول الموضوع صعب وبعديها بشوية إمكانياتنا لا تسمح، وبعديها موجود إن شاء الله معانا من الدور الثاني، بعديها من الموسم الثاني إن شاء الله يكون في تقنية الفار هيتم استخدامها في الدوري المصري الممتاز. شايف أصلا تقنية الفار دي هتريحنا شوية؟ ده بتريح كل العالم. شفت حضرتك في دوري ابطال اوروبا المباراه اللي كانت بين توتنهام ومانشستر سيتي، المباراه اللي كانت راحت نتيجتها من تاهل مانشستر سيتي لتوتنهام في دقيقه بتقنيه الفار. تقنيه الفار دي ده فتح كبير جدا في التحكيم، دي حاجه طفره هائله للتحكيم المصري وكشف العوار اللي حاصل في كل أنحاء العالم الكروي في هذه الجزئية تحديدا. ده بصراحة، بس أهم حاجة بقى إحنا نستخدمها الاستخدام الصحيح. إحنا يعني حضرتك متوقع هنستخدمها إزاي؟ أنا مثلا لما باجي أفكر إزاي هيكون في عندنا تقنية الفار في الدوري المصري، حاسة إن مثلا المباراة اللي هيبقى زمانها ساعتين بالكتير هتبقى ثلاث ساعات، كل شوية هنقف بقى ونقعد نتفرج ونرجع. لا ده بصي، يعني لو رسمت سيناريو هتلاقي مثلا واحد قاعد جايب ترابيزة زي كده مثلا، كل شوية لعيب يخرج من الملعب ويطلع يقول له فرجني، هو جنبه كوباية شاي وشاي بلبن جنبه الناحية التانية وجايب صومات مثلا وقاعد مش عارف ايه يعني، والملعب ايه الملعب ممكن يكون قاعد في حته مثلا الكره تيجي في الترابيزه توقع حاله، تلفزيون قديم. يعني ما هو ده اللي شفناه في التجربه اللي فاتت اللي ما كانش ليها لازمه خالص. انا مشكله كلها دلوقتي انا ما عنديش الاستعداد. ليه؟ لان ملاعبي غير مجهزه، انا ما عنديش ثقافه ان استخدم الفار بالشكل اللي عايزه تطلع بيه. فطبعا اتحاد كره القدم اللي انا عرفته ان هو الشكل بتاعها هيبقى مش حلو، يعني انت ازاي تذاع مباراه قدام الناس كلها وتلاقي واحد قاعد وجنبه بقسماط وجنبه كوبايه شاي وقاعد وواحد بيبص له. انا في لقطه من اللقطات بصيت شفتها لما كانت الفار مطبق، احد حكام قاعد والله العظيم قعد دقيقتين ونص يقول له دي ودي وبص على دي وبص على دي، دقيقتين ونص مباراه واللعيبه خلاص يعني في ملعب اتحاد الشرطه. يعني الناس لو تسترجع للوراء موضوع صعب جدا. لازم انا عايز تقنيه فار امكانيات معينه، لان شكلنا يا جماعه وحش. ايوه لا مش اكيد مش اللي شفناه اللي قبل كده ده، يعني ده ما كانش ليه علاقه بالملاعب. هي ما انت عندك ملعب اتحاد الشرطه هتستخدميه ازاي مثلا؟ يعني في ملعب بتطور نفسها، يعني شفت ملعب الجونه ملعب مطور، ملعب يعني مثلا ما نعرفش الانديه الصاعده حديثا تلعب ازاي مثلا في الملاعب بتاعتها. لازم الملاعب نفسها تكون مجهزه لده، ولازم يكون عندنا ثقافه استخدام الفار سواء من حكام او لاعبين او اجهزه فنيه. طب اقول لك على حاجه، خلي تقنيه الفار موجوده وفي لعبه متنازع عليها دول بيقولوا صح ودي بيقولوا غلط، هتلاقي الاجهزه الفنيه كلها واقفين قدام مين؟ قدام الفار، واقفين قدام الحكم، ده بيتكلم ده بيأثر عليه الجمهور من فوق. دي محتاجه ثقافه عامه، الثقافه العامه دي محتاجه شغل كبير جدا مننا، محتاجه فلوس كتير جدا ومحتاجه يعني. هل تتوقع ممكن يكون في فار في الموسم القادم؟ ممكن ليه لا، بس لازم نعمل، يمكن تكون بوابه الفار اللي يدخلها مصر هي امم افريقيا او كان 2019. امم افريقيا دي هنجرب فيها كل حاجه. لازم ان شاء الله باذن الله يا رب تكون ننجح. بوابه بقى رجوع الجمهور مره ثانيه للمدرجات ونشوف بقى الكوره زي ما كنا عارفينها زي ما تربينا عليها وعينا عليها يعني. بصي اللي بيحصل دلوقتي ده مع الاسف الشديد انا لست متشائما، يعني انا متفائل بطبعي دايما واحب التفاؤل، لكن المعطيات المنطقيه تؤدي الى نتائج منطقيه زي ما بقولوا. المعطى اللي قدامي ان الجمهور حتى هذه اللحظه وقبل شهر ونص من البطوله لم يستوعب معنى كلمه انت كنت جمهور. لا انت مش جمهور، ده انت في مدرجات حكم، انت رئيس نادي، انت لاعب كوره، انت خبير تحكيمي، انت خبير دولي، انت كل بصي في الموضوع هيختلف تماما. الموضوع اكيد هيختلف تماما لما يكون مع المنتخب الوطني. طيب. طبعا 2006 كنا عاملين الكرنفال الرائع ده ما استفدناش منه، حصل بعد كده طبعا اللي حصل في مصر طبعا كلها هو اللي حصل ادى الى ما نحن فيه. ولكن بصي هو سلوك جمهور من البدايه للنهايه، سلوك جمهور، جمهور عايز ايه؟ وانا بصراحه اتوقع ان الجمهور المصري، جمهور الكره المصريه والشعب المصري عامه هيبقى عارف ان هو سفير بلده جوه بلده بقى، هو عارف ان هو اخلاقه دي هي اللي هيعكس بيها طبعا صوره مصر. انت كل البطولات اللي نظمتها، انت البطوله دي البطوله الخامسه، انت نظمت اربع بطولات قبل كده، واحده بس راحت منك والثلاثة انت خدتهم، ما تضيعش منك طبعاً. فرصه كبيره إن شاء الله زي كاس الامم الافريقيه اللي جايه دي، الدوله كلها واقفه ورا المسؤولين، واقفه ورا البطوله نفسها عشان ننجحها، عشان توصل لحاجات مهمه لينا في السياحه، في اقتصاد، في بناء بلد مره ثانيه، بنيه تحتيه، سداد نهتم بيها وتبقى معانا طول عمرنا. خلي بال حضرتك احنا
بنبني المفروض 20 سنه قدام او 30 سنه قدام، المفروض نكمل على اللي بنيناه في 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 البطوله دي من ناحيه الجمهور، من ناحيه الاقتصاد، من ناحيه السياحه، من ناحيه كل حاجه. خلي بال حضرتك الحفل القرعه اللي حصل ده خلى المفروض احنا نفرح، بس مسؤوليه كبيره. انت لما عملتي الحفل بالنظام ده والشياكه دي لازم تكون البطوله على مستوى هذا الحد القدر ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ عبد المنعم فهمي ناقد رياضي كبير، نورتنا النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده. يوم سعيد على حضراتكم.